السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على إجابة امتحان الحاسب الآلي محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني لعام 2024. يلا بينا. أول سؤال معانا هنا بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ. 55 سيتي، 55 سيتي يعتبر اسم متغير خطأ لأنه يبدأ برقم، طبعا صح. ليه؟ لأن هنا المفروض إن الاسم بيبدأ بإيه؟ بحرف، هنا بيقول لي دي خطأ، طبعًا دي خطأ، تمام. تستخدم جملة السيلكت كيس عندما يكون التفرع معتمدًا على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة، طبعًا إجابة صحيحة. السيلكت كيس تعتمد على متغير واحد وإيه شروط أو احتمالات كثيرة. عندما يكون لدينا كود معين نرغب في تكراره في أكثر من موضع داخل التصنيف كلاسز، نستخدم إجراء فانكشن، واخد بالك؟ نستخدم اجراء صح، بس الاجراء اسمه ايه؟ صب. اما الفانكشن فلازم يقول لي تعود بقيمه، يبقى هنا ايه؟ خطأ. مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على اشخاص جدد يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقه الاجتماعيه، طبعا غلط، ده من التعدي الالكتروني. يصنف قيمه مجموع درجات الطالب ضمن البيانات الرقميه الصحيحه، غلط. ليه؟ لأن أنت ممكن تقول لي أنا جايب مثلا 10.5، يبقى أنت في احتمالية إن يكون الدرجات فيها كسور وبالتالي رقمية غير صحيحة. تمام؟ ندخل على السؤال الثاني. بيقول لي هنا رقم واحد عند الإعلان عن الثابت الرياضي باي أو اللي هو طه، إحنا بنقول عنه باي. نستخدم الكود. طبعا أول واحدة بادئة بدم والثانية دم، ودم ديت عبارة عن إيه؟ متغيرات، يبقى بالتالي ما فيش عندي إلا كونس ولا بد من اعطاء ايه يساوي، يعني اعطاء او تخصيص قيمه والا كان في خطا، يبقى هنا ده الايه الكود الصح. عندما نرغب في تكرار كود محدد لعدد من المرات، هنا قال لعدد من المرات يعني عدد معروف من المرات. انا عندي جملتين الفور نيكست ودي الصحيحه، وفي عندي الدواي ديت في حاله عدم معرفه عدد مرات التكرار او في حاله الاعتماد على شرط، يبقى هنا الفور نيكست. الناتج النهائي للمعادلة، طبعا هنا عاوز يقول لي ان انا المفروض عندي اقواس، يبقى هيبقى ادي الاقواس ادي 4 زائد 2 هيبقى 6، 6 على 2، 6 على 2 فيها كام؟ فيها 3، وبعدين نيجي هنا 12 هيبقى 12 ناقص 3 هيساوي طبعا ايه؟ 9. رسائل عدائية موجهة ضد شخص او اكثر، رسالة عدائية يبقى على طول المضايقة الالكترونية، في حالة تكرار او نوع من انواع المضايقة ولكن مستمرة يبقى ملاحقة. التشهير اللي هو ايه؟ ان انت تكتب كلام عن شخص ايه؟ غير ملائم. يستخدم المبرمج الامر في كتابه الملاحظات او التعليق ويمكن الرجوع اليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها، يعني الكود ده مش هيلتفت له البرنامج، يبقى الامر ريم او اللي هي الكومه. الامر ريم هو اللي بيجعل الكود ايه؟ تعليق او كود ملاحظه. السؤال الثالث بيقول لي تستخدم لتكرار كود معين عدد محدد من المرات غير معروف نهايته. اها، وانما بناء على شرط معين، احنا لسه جايين هنا ان انا عندي جملتين في التكرار، الفور في حاله معرفه، الدو وايل في حاله عدم المعرفه، يبقى هنا طبعا تكرار، يبقى دي الجمله الثانيه اللي هي الدو وايل لوب. ما فيش هنا مجتمع دو وايل لوب، تمام؟ مجموعه من الاوامر تحت اسم معين يفضل أن يكون معبر عن وظيفته، يتم تطبيقها على مدخلات وسائط الباراميتر وتعود بقيمة. طالما في كلمة تعود بقيمة يبقى على طول ديت الفانكشن. الفانكشن، تمام؟ ودي كانت موجودة قبل كده هنا في الامتحان، في سؤال هنا بيقول لي يكون عن داخل إجراء صعب، طبعًا هنا لأ، ده ديت دالة اللي هي تعود بقيمة اللي هي فانكشن. أماكن محجوزة في ذاكرة الكمبيوتر رام، تمام، عند الإعلان عنها يحدد لها اسم ونوع، بس لحد هنا، وعاد ما تتغير، تتغير يبقى متغيرات، تكتب متغيرات ماشي، تكتب variable ماشي، مفيش مشكلة، تمام، variable أو متغيرات، لأن هو مش قال لك إن أنت تكتب إنجليزي أنت مش لغات. نشر كلمات عدائية ومبتذلة ضد شخص أو أكثر من خلال احد الوسائط، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن السب والقذف. السب
والقذف الإلكتروني، سب قذف إلكتروني. السؤال الرابع الأخير بيقول لي هنا استخرج من الحاجات اللي هنا ده اسم الإجراء. طبعا اسم الإجراء بيجي بعد سب، حتى بص إجراء بقى المرة دي، كلمة سب الإجراء مش كان الفانكشن اللي هنا. اسم الإجراء حضرتك اللي هي ده اللي بعد سب لعند الأقواس، اللي هي الأمر show odd or even. طيب تم الإعلان عن الباراميتر اللي هي الوسائط باسم إيه؟ الوسائط اللي هي بتبقى داخل الأقواس، والوسائط بيجي بعد البايفال قبل از، يبقى هو ستارت، يبقى هنعمل أمر اسمه إيه؟ ستارت. طيب نوع الباراميتر يعني نوع البيان بتاعه از إيه؟ انتجر، يبقى هنا انتجر من النوع انتجر. انتجر. طيب الحلقة التكرارية تبدأ بالقيمة، الحلقة التكرارية قاعدة فور، ممكن يقول لك ايه هي الحلقة التكرارية المستخدمة؟ قاعدة فور تبدأ من القيمة، بدأ من الواحد. قيمة الزيادة في الحلقة، قيمة الزيادة بعد ستيب، ثلاثة. عند استدعاء الإجراء لتنفيذ الكود بدأ من القيمة، ما هي بداية القيمة. طبعا هنا الكود ده المفروض هو طبعا هنا الإجابة هتبقى واحد، دي ما فيهاش مشكلة، تمام؟ ولكن المفروض هنا ان انا طالما عملت اعلان عن باراميتر، انا اعلنت اعلان عن باراميتر، فيبقى هنا قيمه البدايه ديت هتبقى المفروض تكون ستارت، يعني المفروض حتى لو بصينا في الكتاب هنلاقي موجود طالما اعلن عن وسيط اسمه باراميتر اللي هي القيمه الابتدائيه، فهنا هيبقى مش فيه واحد، هيبقى ستارت. وهو لما اجى قال لي هنا عند استدعاء الاجراء لتنفيذ الكود بدأ من القيمه، المفروض حضرتك هيبقى فيه مكتوب هنا تحت شو اود اور ايفن، وهيفتح قوس ويكتب رقم، الرقم دي هي قيمة البداية. يعني المفروض إن هنا كانت تبقى هنا كلمة ستارت وهنا واحد، ولكن لما تيجي تقول لي لا ده هو كان المفروض، لا مفيش حاجة اسمها مفروض، هو المفروض هنا إن أنا بقول لي هنا كام؟ هنا أدي 4 أي بادئ من كام؟ الأي بادئ من واحد، يبقى أدي الحلقة التكرارية بادئة من كام؟ هنا واحد. طب عند استدعاء الإجراء هي نفس القيمة، لأن أنت ما حطيتليش أصلا في الامتحان هنا ما حطيتليش شو اود اور ايفن اللي هو الاجراء هيتم استدعاء الباراميتر بكام. الباراميتر هنا انت ما حطيتش حاجه، وبالتالي هيستدعى اول قيمه موجوده اللي هي واحد. لكن الصح اللي او الكود ده مكتوب يعني في الكتاب بيقول 4i بيساوي ستارت، يبقى هنا الحلقه التكراريه بدات من ايه؟ ستارت. طيب وتحت اند سب في البوتن مثلا، هنفترض بوتن 1 مثلا برايفت سب كده، البوتن 1 مثلا موجود في ايه؟ موجود مثلا في الكود شو اود اور ايفن، مثلا احنا بنتكلم على سي انت عاوز تقول هنبدا من واحد، يبقى هتقول لي هنا مكتوب مثلا واحد، يبقى عند استدعاء الاجراء تنفيذ الكود يبدا من ايه؟ من واحد. لكن المفروض الصح ان هي تبدا الحلقه التكرارية من ستار، لكن تقول لي ما هو طب ما هو كاتب فوق ستار، لا ما هو كاتب لهنا واحد برضه، تمام؟ يبقى ديت الاجابات، ما فيش ستار هنا طبعا، ديت كانت للتوضيح فقط. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله، اتمنى اذا عجبك الفيديو ما تنسى علينا بالاعجاب واشتراك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس. بالتوفيق والنجاح يا شباب، وما تنسوش موجود شرح للامتحانات والشرح لاولى ثانوي وثانيه ثانوي. بالتوفيق والنجاح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.